يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وحبيب رب العالمين. أما بعد، برنوني كينيا كان أرآه اتفوفين سبرنوتا دراتا وآية الرحمن على العرش استوى كدران دبتات الرجال شودا مالجدا. وليعلم أن الاستواء في لغة العرب له 15 معنى. كلمان يوكا جتش استوى جتتون أفان عرباتين كبوتة قرآن كيساتي مالجدا معنى كدش معنى كدشان كبدجي غرهي كدشاني كبدجي شو هي كهدو كبدي. كما قال الحافظ أبو بكر بن العربي، حافظني أبو بكر بن العربي نمني جد أمتوكو عالمني جد أمتوكو أكوما إفقال جانيتي جدشو كتاب إساني العارضة كتاب جد أمو كيست جزئي لما فا صحيفة ربا لما فصدومي لما فا كيستي أكنا جئني أدباسني معنى استواكنا أدباسني برا تران جدشو. مال جاء ومن معانيه الاستقرار، معنى استوى كيسا هيكا استوى كدشنان كيسا توكو مالي استقرار كجد موافان عربات استقرار جتشو بوتا تقرتي قدي ثبتشو بوتا تقو ثبتشو جتشو. والجلوس تاو معنى برا تاو دا. والاستقامة أما اللي استقاماك أباتشو دا استقاماك أباتشو جتشو كرا أمانتا إسلام الرد يوكان كرامتو قررتي كرا أمانتا إسلام الرد استقاماك أباتشو يوكان هموتو قد كتاتنيك أجيلومك أباتشو جتشو كان واني اتفيد أمي كأجيلومك أباتشو لا تكوفان. والتمام أما اللي قوتومك أباتشو قوتو تاو دا وانتي توكو. أما اللي والاعتدال جدو غليسة تاو دا وانتي توكو جدو غليسة تاو دا. والاستعلاء أما اللي مو وانتو قول تاو دا الاستعلاء وانتو قول تاو دا جتشو. والعلو معنى براي كان برا مالي غرا أولي يوكان وأول وهي أول تورة جتشكون اللي جرى أولي تورة. أما لي والاستيلاء معنى برامالي موهودا يوكان مو انجفتشو أكا جرموتشو موهودا جتشورا أي القهر موهودا. والنضجو أما لي معنى استوى تنرى بلشاتشورا وانتي توكو بلشاتي والكتاو جتشورا. والتساوي أما اللي والقطاو جتشور أكما إمام صلاة كيساتي مأموموتا أنجلو استو الصف يرحمني ويرحمكم الله يروجلو أكسي جتشو استواء والقطاو جتشور أمعنا نسي توكو. وغير ذلك كان أما اللي أكا كود أشانيتي وأنجرو كتاب إساني سان كيساتي على الآرضة جزء ريف دبان صحيفة ريف دبان كيساتي دبتا ميجرا كود أشانان لالو هندن دي ساني جتشو. كان كيسا هدوم معنى وان يوكا هيكا وان هدو كان كيسا كم تربي ملا كم تربي نمال جنة لالي كربي ملو ربي نهيمو تنور جراتا مالي واربي نمال ربي تيركسون نراهن ايقامو امان تا اسلام الروان نباسوف الراوف ايقو كم نجتشو. ثم هذه المعاني بعضها تليق بالله قرين اسي معانين تن ربي ملتي وبعضها لا تليق بالله غرين اسي ربي نمالتو. فلما كان من صفات الأجسام فما كان من صفة من صفات الأجسام وانتن معاني وانتنرى هيك وان استوى استواء تنرى تن صفة جسمي تاتي صفة قاما كان تاتي مال جنة فلا يليق بالله ربي نملت جتشويسين هندي فنا جتشويسين تربي نمال لساني ربي نمنا ملي. وقد جاء لفظ الاستواء في القرآن على بعض هذه المعاني قرآن كيساته كوان أما دبان نسان قرين إسير افتاجر تيجو قرآن كيساته كالاستواء بمعنى الاستقرار استواء معنى استقرارات معنى بوت إدو تكوتي ثبتشوتين افتاجتشو منه قوله تعالى واستوت على الجودي سفينة سيدنا نوح الرائر دبة رب مالجا واستوت على الجودي استقرت أي أن سفينة نوح استقرت على جبل الجودي جبل سن غار سنرة ثبت تجرتي إجع سفينة سربين كتاب لغة عربية علماء لغة كانتهن كتاب الفيروز أبادي كجدمو بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز كتاب
تفسير قرآن يرو كلمة لغة عربية فات أكاتا سير لغة لغة عربية فات يرو لالن علماء نلغة الفيروز آبادي عالم نجد أمن عالم نلغة قن أكستيه كان جتشورة كناف معنى يدوك عبد جتشورة استواء نكون كتابة الفيروز آبادي كتابة إمام الفيروز آبادي كنا جزء لما فا صحيفة ربطكوف جارتي نأرغة تنجتشورة هيكا إسيدا والاستواء بمعنى الاستقامة منه قوله تعالى فاستوى على سوقه معنى كأجيلو ما يوكان كأجيلت أبتشو هاته كأجيلو ما وانتكو رتلة استواء نين أفايتشو معنى سنين أي استقام الزرع على قصبه وانتي فجعف متكو كمدي هاته غربو هاته ماشي الله هاته جيتشو وانتي فجعف متكو في ريوان إساك قباجران سن وان جرم إسا جرم كمدي سنفكينيا فريوان إسي جرم كمدي سنرتي تاتي جرم كمدي سنكجيل الأباتي جيتشورا كان اتفاد أمي كان رتي اللي ندو فايتشورا معنى هي كان استوادا والاستواء بمعنى التمام معنى قوتوتي ندو فتجا استواءني منه قوله تعالى كأكا آية ربين وان إسان هم اللي اندر راكول كلا وجد ايتنا كيستي أرغنوتي جيتشو مال جد في حق موسى ولما بلغ أشده واستوى أي تمت قوته البدنية يروك أمني سيدنا موسى سيدنا موسى والكتاته هم نيسا يرو والكتاته في ججباته أكس جتور معنا آياتنا ولما بلغ أشده واستوى كنا سيدنا موسى رايرو دبة ربين ويأتي الاستواء بمعنى الاستيلاء أي القهر معنى وانتك مواتشوتين وانتك موتما إساجل والفاتشوتين ندفاج أما اللي ففي لغة العربي مالج اللغة العربية ستي يقال استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستولى على أهل البلد كقول الشاعر الرجز قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق مال جد شاعر عرباكن سير لغة أفان عرباك ستي استوى جتشون معنى موتما أرغتي مواجرة حكمي بيتك إني قفتي أنفتي جرا إسا قفتو بيسان بلچو دنده جرا أنفتي جرا بيتك جتشو تلي ندفتي جد معنى استواتني تناف مال جتشو أره قد استوى بشر على العراق نمج بشر جد أموتكو نمج بشر جد أموتكو بي عراق جد أمو بلشاتو رجعني رو دراني بشر كوني عراقي تنرت موتوما أرغتي الأنفتة عراقي تنى أفجل ألفتة جد شاعر كون أكمت أفجل ألفتة جنان سيفي تكا ملت أمالي ديني تكبو أمالت لولا أمالت أفجلت بلشة بيسان بلشو دنده جدشو كناف استوى على العراق جتشون بيا عراق جد أمسان هند إسا قوت إرتا جتشومت بشرين كن إلمنا ما كن موتي بيا عرب عراق كجد أمسان كتوريسون جتشودا إدو بيوت بيا عراق يوكان دچي عراق سان كيسا إدو متي قوتك قبطيتا عمله بيا عراق سان قوتون قوتو إرتا جتشومت أكا ظاهراتي متي جتشودا دوبين كناف يونودي آية الرحمن على العرش استوى كنا استوان كوني موتومني هندي موتوما هندا كتشالو موتوما ربيتي ربين وان هندا موتوما إساجل أولفته تك إساجل أولفته ربين وان هندا تكوما إساتي تكوما ربيتي نيوكا جنو تاتي ركون كبوجتشو تعويل كنا كنا أكا أفان عربات كلمان تنيوكا جتشتوني هذا قرآن كيساتي بوتتي أكا علماء لغة أفان عربا والجنديمو كمنيتشو لنوتي كناف سرت ججباتو نور جراتا ومعناه معنى نساء أنه سيطر على العراق وملكها من غير حرب وإراقة دماء هي نجر رجو لكون إيغا تقبوس ملت سيفي تكو كبتي أمتتي قدي بيسو داتشيسي أفجل أولتشو ملتي أكاسو ماتي أفجل أولتشي إسان أمفتي إسان بلشاتو رجتشو فليس مدح بشر بن مروان في هذا البيت من حيث إنه جالس في هذا البلد لأن الجلوس في العراق يشترك فيه الإنسان الشريف والإنسان الدنيء بشر بن مروان نمني جدامك عراقي بلشا عراقي أنفته إسمته بلشاتوري موتما إرتدهاتوري كانو جنو كوني
يو إني إراك إن كيسة تا أجنة استوى استواء كان يوتا ودان فسر إراك إن كيسة تا أيوجنة إراك إن كيسة إسافي كبيران لنمتا كموتم ما تيه في كبيران لتاعتو مجرى إسافار سن إسار افتره إسافار سن إنجلو جدشون أيوتا أمسان إساهمو تاعت هندو تاعي يو إني اللي تا أيوجنة فارون إسا جردره كنافو بيتي كنواني جريف ولا لو كنواني دبته فعرب ديتش سن مالف دبته إسافار سورافي إني بر همنان لوفي سيفي تكان أصون لوفين إيغا تك أصون بوسين أكا سمتي لافتة في أكا سمتي عراق إن بلشاتو ريجن تون إسافار سور أكا ستيو جن يو عراق إن كيسا تا إجن فارو متية چودا إساف هن دمتو نمني صدركا موتوما سن أرغتي في كون اللي تو كومي چودا تا أمسرت همامون إنما ملدي إنما كان المدح له لأنه استولى أي قهر وسيطر على العراق عراقين وفجلا أنشو ألس أنسو إسا ونفتشو إساسن إسامبلشو سنيف مد سنتو مدحي تهاف سنتو فارو إساتها ملء سنتو إسافارسو تها ملء تها أمس إسافارسو تهوجتشو والله تمدح بقوله الرحمن على العرش استوى رب اللين الرحمن على العرش استوى يروجر القرآن كيستي وفارسو في نل أك إسام فارسي نوفي موتوما إساكنا كهي كغو إنجرو جنة نل إفقالشيني بي يبرسيفني أكنو إسا فارسي نوفي ملي أكنو تي أمتا في مخلوق إساتي إسا تكيسيني مخلوق إساتي والفكيس نوفي متي كنافي متي إفقالينا ما بيان فمون يوكان موتو إفنا ما قلون وانتا كناهي كا كناسر تي برباكي سادا أكنا متي مالج رب فارسي الرحمن على العرش استوى بالاستيلاء أي القهر للعرش الذي هو أعظم المخلوقات حجما كحجمي وان جسمي يوكان كام عرشي كان يتشودا جسمي هغنقه كان هندا جسمي هغنقه جسمي هندا كام وان كبو هندا كتالي كان موهته رب وان إسا جليم وان إسا قدي وان عرشي قدي موهجون سلب هيتشو كناف ربين أكسيتي فارسين أملي ربين عرشي موات يوجن عرشي يوتيس يوجن فارسين جتشود أملي يو ربين تا إجن إسا فارسون تاتو جتشو تا أمسا مخلوق نيساتو إتين هماما كناف خالق تا أمسا يو هم إتين فارسين هنجر أمو جتشو كنافو يو تا أمسا نهم نصفة هرؤودان إسا هم نجتشو صفتينان إسا هم نجتشو كن وار ربي ملومتي فيعلم شمول القهر لما دونه من باب الأولى وان عرشي قدي تيكتي كإساتي مواجون موتو ما إساجة لغلفتشون كنكوني من باب الأولى بيكمو كبجتشو لأننا إذا قلنا الله قهر العرش معناه قهر كل شيء يو ربين عرشي تيكا إساجة لغلفت موتو ما إساجة لغلفت يوجن كوني ربين وان هندا موتو ما إساجة وان هندو موتو ما إساجة لجرتيتشونا كان جتشون ربين عرشي والجين مكورتي يوكان والدورة أبتشو أسو هنتاني ربين دادتين إسا قدور ربي عرشي كان قام هغنغو كان دادتين إسا ملئسور أفخلقه إسا أومي جنة ربين فارسو تاتي مالي ربين عرشي بوتا قد أتشور أف أومي جنة كن ربين فارسو هنتاتو جتشو أكما سيدنا علي رضي الله عنه جانيت إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته ربين عرشي يرؤومك آما قداك نجتشو دا دندتي إسا حقا جيتو ملئفتشو ملئسو داف أكنو تي إسا فارسنوف أكنو تي دندتي إسا تنكيساتي تنتلا غوني صدركا قدا إسا كان وانتي توكو كغوهن جن انجرو جنة أكنو بينو في مالي بوتا قد أتشوفي متي إدو قد أتشوفي متي جان سيدنا علي رضي الله عنه فكل المخلوقات لما كانت دون العرش في الحجم كان الاستيلاء عليه استيلاء على جميعها لهذا خص الله العرش بالذكر لا ليجلس عليه مالف رب وهو رب العرش وهو رب العرش العظيم جده مالف عرش مخلوقات تاوام كيسا خبتسي مالف عرش برات أمتان سيدوبات يوجدتني وان عرش كن كامان مخلوق هنداج عالوف ما عرشي كنا عرشين كم موتوا ما إسحاق لا جرتيه شونم ني بيكتان بيكة جرابكا جتشوراف بيكة جراج جتشوراف تناف جتشورا تنانو بيسي سورا في ربين كا عرشي كوبتسي دوبته في جتشو ملء
عرش الرتاو الأفقوب تيسيدو باتججون وان إسان همال ججو. ولذلك ورد الاستواء على العرش في القرآن في عدة مواضع. كناف الرحمن على العرش استوى ججون قرآن كيسات آيات هدو كيسات سورة هدو كيسات لفه مالي وان براتي في متي ججونا نمني آيات آيات قرآن كيسات استوى كلمان جتتون جتش جتتون بك هدو تبوته كنافو تا أمس ربي مرمون ربي انتا على ججو مرمون هنتات ورجعن سري هنجران ججو ور سري جرو ور كاميري أهل السنة والجماعة أكما أن أما إسنته مكانتي فسرانيه كني برا ترنججو أكام ججو را ربين بك هدوتي سورة هدوتي آيات هدو كيساتي ججا استواجر أموكنا وانتي بوسيفي مالي فيري عرشين كن قاما كنان قدار مخلوق هنداي يجعالا إسا ربين إني موتوم ربي جلك جرو وانتي إسا مالي جرو وانتي عرشي قد جرو وانتي عرشي مالي جرو موتوم إسا جل جراتشون بكما دا يججو ملئسو دافيج إن قيل لماذا قال الله بأنه استوى على العرش على حسب تفسيركم بمعنى قاهرة وهو قاهر كل شيء ربي وان هندا موتو وان هندا موتوم إسا جل جرتي مالف موتوم إسا جل جرتي جيتشو راف ربين عرشي كوباتي دبات جتني يوكا جد أمتاتي مالي ديبين إساني مالي دا فالجواب أن الله تعالى قال وهو رب العرش العظيم ربي وهو رب العرش العظيم جد عرشي دبتي جربك بيرات مع أنه رب كل شيء ربي وان هنداته والجين وهو رب العرش العظيم جد دبتي كنافو وهو الواحد القهار وان هندا يموتوما إساجل ألفتشو والجين مالف عرشي خبتسي دبتره كإسن وان هندا موتومان كهيتا يون هنجلان ديبين كنججو وسمع إني ربي وان هنداته وهو رب العرش العظيم جاي خبتسي دبتشو لربين قال الإمام علي رضي الله عنه إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته رواه الإمام المحدث الفقيه اللغوي أبو منصور التميمي في كتابه التبصرة أبو منصور التميمي عالم نجد أمن عالم لغوينكن كتاب إساني التبصرة كتاب جد أمكيستي جتش إمام علي كان دبتني في نوديساني هيكا إسالي فنوغلشاني جران جتشو فإن قال المشبهة نمج ربي قامت فكيس مخلوق إسات فكيس توكو يوجده الرحمن على الأرش استوى جتشون على أي فوق على جتشون قباد عربي قباجرة كالتي كبا جيها كبا إدو كبا يوكا جلوتاتي يقال لهم مال جنان فماذا تقولون في قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون جتش ربي وان إسان همال لهم درا كل كلاواتا يكن هو أكم قوتان آياتا هو أكم قوتان جنان آياتا وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب مؤمني هند ربي رتها إركتو تجدت تنهو أكام قوتان ظاهر رئيسي ربي نكوان كاما كبو مؤمن توني دفني أكوان إرد إركتانيتي ظاهر رئيسي تنوما تنهو أكام قوتو هدن جنان جتشو هل يفهمون من هذه الآية أن العبادة فوق الله قبروتن إسا مؤمن توني ربي نقبت إركتاني ربي رد جران جتشو ويفهمي قراني أكس وينون جراني أكنا هنجل أنججو يعقلي فياك أباتا فإن على تأتي لعلو القدر ولعلو الحس على أنتني سير لغة أفان عربا كيساتي قباء ججو الآن ندفتي هيكا إسي هيكا براتي اللي ندفتي هيكا مالتي هيكا صدركا قداك أباتشو تلي ندفتي ججو كناف وفي كتاب نجم المهتدي لابن المعلم القرشي كتاب نجم المهتدي جدامو كتاب عالم ابن المعلم القرشي جدامو كيستي مالتو دوفي نجم المهتدي صحيفة بشنيف شنتمي توكو كيستي مالتو دوفي وهذا منتظم من كفره مجمع عليه نمني أكنا جدوكن نمني مال جدو نمني ربين تاء جدو نمني ربين كامك أبا جدو كفره أمنتا إسلاما قد نسجتون علماء إسلاما تورتي وليقلن جي كناف منتظم ججون مالي أي ما نظمته في بيان كذا مثل قولهم هذا فصل مثلا فكين ياف أكما فصل علماء كتاب إساني كيستجعن منتظم ججون وان النظمي قد إيه ك
كاهي علماء الرئيسين نقلي قرجتشو إجمعني مسلم توتا علماء مسلم توتا وليقلتين علماء مسلم توتا نمج ربين كاما جري نمج ربين إدوك أبتا جري عمانتا إسلاما قديسو إسا وليقلتين علماء مسلم توتا تجراني أكسيت كتاب نجم المهتدي ورجم المعتدي جري وكان كيساتي إفنو باسني جتشو. وكذا من يعتقد أن الله جالس على العرش كما حكاه القاضي حسين من أكابر أصحاب الشافعي علمني القاضي حسين جل أمن أصحاب إمام الشافعي كتان جال اللون إمام الشافعي كتان مال جل أن إمام ابن المعلم القرشين كن إسان الرانو أديساني جل جودة القاضي حسين كان الرانو أديساني مال جل أن نمني ربين كاما جدو أمانتا إسلاما قد ديسي جراجعني إردت ولي قلتي كاننو أديس سنججو هنا عن نص الشافعي نص إمام شافعي الإمام القاضي حسين كن دبة جججورة لعلماء أهل السنة في تأويل آية الاستواء مسلكان صحيحان كرا لما تجر علماء أهل السنة والجماعة تفسير آية الرحمن على العرش استوى كنيروغرا كرا لما نجي الأول مسلك السلف وهم يؤولونها تأويلا إجماليا كران درا تأويل ور سلفا تجي أهل السنة والجماعة ور سلفا كلا كرا تكمل جي تأويل وليقلا كدران برونو تكنا درا كيسات دب النسان تأويل قران جتشو فيقولون استوى بلا كيف استوانت استوى كلمان ججتت قرانا كيستي دفو اتي امنه جرا مالي بلا كيف جان اكاتا ملت جان اكاتا ملت ججون اكاتا نيم مججو ربين كناف اسان اللي تاويل غدني ربين قامر قل كل سنجت سبحانه وتعالى او استوى استواء يليق به مع تنزيهه عن استواء المخلوقين كالجلوس والاستقرار استواء يسملو استواء يسملون فسرى استواء يسملون هيكاغونا استواء يسملون هيكاغونا يروجن نسن تاوم سوسونتهن اما الاستقرار واكيفت سبج واكيفت سبج وسوهنتهن جان تنصف مخلوق وان تاتف ورسلفه تجج ور كان جان كناف سلفا هردفوا راجتشو رانوتي ومن جملة من تأول الآية تأويلا إجماليا تأويل ولي قلا ور تأويل قد أن سلفا را إن ينأتوكو الإمام الشافعي رضي الله عنه مالجل الإمام الشافعي فقد ثبت عن فقد ثبت عن أنه سئل عن الاستواء فقال آمنت بلا تشبيه استواء تنرى قافة من سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه ربي نسان الرهاجالته استواءتنا آية قرآن كيست الوفتي مينو هيكا نفسر جانين مال جانين إمام الشافعي رضي الله عنه آمنت بلا تشبيه رب وهت فكيسو إرى قل كل سيئت أمني جانين استوانت رب وهت فكيسو متهيكا إسجدش الإمام الشافعي برد رب وهت فكيسو صفهر أوان تاتف جدش وصدقت بلا تمثيل رب وهت فكيسو ملت إت أمني جان جتشو ربي ويت فكيس ملت رب قام متججو ملت اتامني قام متجدي اتامني جتشو رب قام متججو امام الشافعي برد نمل رب قام جدي نكفرجو امام الشافعي برد ذكره الامام احمد الرفاعي في البرهان المؤيد الامام احمد الرفاعي دبتني جرنجتشو دا جتش امام الشافعي كنا نود برسني جرنجتشو دا البرهان المؤيد صحيفة دي دم افرفا كيسيو الالتن ني اغرتني ان شاء الله الالان اسنين جدا هردفات انتلا هبدا سرتي هبدا تنمس هبتشيسان اسنين جاء برنوتا كينا كان الرأس مرتين رابا وهنگ برنوتا براتي ولد بنوتي نغانا تران اسنين جدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا الله.